The normal
将康泽古镇做进去，就再把武则英，看康泽古镇再把武则英这个地方推翻，也是推迟，然后方便再翻这个，对，这个是靠谱。
هو ربنا خلق ايه عشان الدي اتش تفضل ثابته في الحد اللي عليه بيكاردو فيو واحد الطبقه بتاعته ثابت الثاني يزيد معاه عشان يحاول يحافظ على الدي هو بصوا بقى هو مين الاورجنز اللي بتعمل الكومبليت يعني اديك مثال لو انا عندي واحد في البيكاردو المفروض اللي يعوض ده سيو مين عندي الاورجن اللي بيتحكم في السيو ده الكومبنسيشن في نفس اتجاه الـ
الفيل بارتي كده عندي كسر كده 2 على 4 نقص ال 4 دي او يعني خليك 4 على 2 يعني 2 على 4 تساوي كام على 2 يبقى انا نقصت دي وانا نقصت يبقى عشان الكسر ده تفضل تمشي ثابته والبي اتش تفضل ثابته بالمسافه لازم لما البايبر دي ان السي او دي ال معاه عشان احافظ عليها لازم لما البايبر دي دي السي او دي دي معاه حاجه مثلا يبقى مره ثانيه دايما اتجاه الكومبنسيشن في نفس الاتجاه مين؟ يعني لو واحد السي او بتاعه ده البايبر المفروض يعمل ايه عشان يحافظ عليها؟ يزيد معاه الكلام يطلع طيب ترجم المساله المساله دي برايمري ديس اوردر نقص سي او 2 ولا نقص باي فار برايم نقص باي فار لا بس نقص البي اتش غير نقص باي فار اذا المساله دي برايمري ديس اوردر ميتابوليك طيب السي او 2 بقى حصل له قال لي ليه كونتوز هذا الكومبنسيشن نقص السي او 2 ده لوحده كده لوحده اسمه ايه نقص السي او 2 اسمه ريسبيراتوري الكالوز هو انا لو عندي بقى غير ما ابص على ايه؟ السي او 2 بتاعه اسمها ايه؟ انا لسه باير هتبقى خلاص سي او 2 خلاص سي او 2 قال فاكرين سي او 2 بتاعك انا مين؟ اسمه باير اسمها كده ماشي بغض النظر عن ايه؟ واحد سي او 2 بتاعي واحد سي او 2 بتاعي اول سؤال اللي جبته عندنا في المساله دي هو على الاول تيجي على السؤال منك يعني واحد غير تاني غير معاه بالعربي كده والبي اتش رجع تاني
أو تاني. يبقى أنا عندي كونفرسيشن كام في مجلس؟ ثلاثة. الامتحان بيجي الكلام ده سؤال يقول لك حصل كونفرسيشن ولا ما حصلش؟ الفيراتي ولا الميتابوليك؟ أسيدوتيك ولا الكالوجيك؟ أنت فاهم؟ هتيجي تسأل السؤال بقى المشهور كمان يقوم قايل لك إيه؟ طيب كان الكونفرسيشن ده هل ده بارشل كونفرسيشن ولا ده مين؟ هل ده بارشل كونفرسيشن ولا كومبليت كونفرسيشن؟ لو الدي اتش نبرد فكرة عن النورمال بقى اسمه كومبليت كونفرسيشن. طب إذا ما كانش للنورمال لسه الدي اتش ما تتفرعش تتفرعش مع ما تغيرش خالص الدرجة التاني يبقى نورمال. واضح كده؟ كده هي كده كده. طيب ده أول خطوة. يعني تم استهلاكه كبصر. طب هو هيستهلك تمامين العلم
أسس طيب طب إيه اللي يزود الأسس في الجسم؟ حاجة بلاش حاجة بلاش يا إما أنا جبت أسس من بره الجسم زيادة عارفين في الشرع الزهور بتقول إنها سلسلة كويسة سلسلة أسفاي سلسلة أسس جبت أسس من بره تمام ده واحد يبقى أنا جبت من بره إكسوجين اتنين اللي فيه اسيد زاد من جوه الجسم ايه دول او ان انا ما عرفتش اعمل اكسكريشن للاسيد العاديه بتاعتي ثلاث حاجات ايه يعني يا اما انا جبت اسيد من بره تمام كونت اسيد جوه جسمي بزياده يا الاسيد العاديه اللي جوه جسمي مش عارف اخرجها اللي مش عارف اخرجها ليه مش عارف اخرجها عشان عندي مين اللي بيخرج الهيدروجين الناس اللي عندها رينال فيلر هيجي لها ميتابوليك اسيدوز قلنا الكلمه دي بقى طب اكزوجينس قلنا سالسيليت الاسبرين امال اندوجينس منين؟ ايه الحاجات اللي بتحصل في الجسم الدولي مثلا؟ اشهرها اتنين اشهرها اتنين الدايابيتيك كيتو اسيدوز السكر تمام؟ الحاجه الثانيه اندوجينس برضه لاكتيك اسيدوز مين هي اللاكتيك اسيدوز؟ مين لاكتيك اسيدوز؟ عندها انيروبيك جلايكوليز اي واحد يحصله هيبص مرضى الليفر سيل فيلر اذا تاني مين اللي يزود الاسيد الاندوجينوس دي بي ايه وهيبص ويشتغل على المستلاكتيك اسيدوز اكسوجينوس كاليسيليك بويد اسبريز ديكريز الاكسكريشن هو الامتحان هيسمعك لا 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 الامتحان مش هيسمعك بس هتلاقي سؤال من ضمن الاسئله يجيب لك مثلا اسمع يجيب لك مثلا حاله جاسترو درايف دايريا بومبي كوتينوس وبعدين تلاقي المساله فيها ميتابوليك اسيدوز يقول لك ايه اللي حصل للباي فارما في المساله دي؟ هل تم استهلاك زياده اسيد ولا نزل في اليورين ولا نزل في الاسطوم؟ اذا الميكانيزم بتاع حدوث الاسيدوز ليه سؤال اهو كده الميكانيزم بتاع الاسيدوز سد ميتابوليك اسيدوز ده يعني شوف المسائل ليه سؤال لازم تعرف يديك ايه مثلا حصلوا اسيدوز ليه؟ لان في اسيد زادت في الجسم ولما الاسيد زادت استهلكت البيكربونات. لما يكون عندي رينال فيلير في المساله حصلوا اسيدوز لان الجسم ما عرفش ينقل الهيدروجين. لما يكون بقى اشوف الحالتين دول لما يكون واحد عنده لص اللي جاي مهم قوي لما واحد يكون عنده لص البيكارب ممكن يفقد البيكارب في الجسم طب اشهر مساله الاطفال البايكارب بيفقد هو ليه البايكارب ممكن يفقد؟ مش قصدي كتير جلوفيريوس الجلوفيريوس يفقد مثلا يجي البروتين يعمل يعطوش طب لو البروتين باظ هل يجي ابدوش يحصل؟ يقول البايكارب بيفقد واشهر مثال على كده مرض نفس الكلام ده اسمه ار تي اي رينال سيوبر ازيد انا عايزك بقى تكتب كلمتين على المرض ده دلوقتي انا عايزك انا مش هندرس الار تي اي علينا في الشيء لكن هبة الأرضية فقط تكتب هبة الأرضية تكتب تقطع في الكرة واحد بوليوري كم تقطع في الأرضية بوليوري اثنين بوليدبس بوليدبس ثلاثة سيليار بوترايز يعني الطب ده بيشرب مية كتير عنده بوليوري لحظة ثانية عفوا
بصوا يا شباب دلوقتي الاين بتاع الجسم يعني ايونات الجسم ايونات الجسم حاجتين في ايونات موجبه ايونات موجبه في ايونات ايونات سالبه يعني في عندنا في عندنا حاجه موجبه حاجه تانيه في حاجه اسمها تربين حاجه اسمها ايه تربين تمام كده طيب ايه البوزيتيف اين اللي موجوده في الدم الدم اشهر كتاين موجود في الدم هو الصوديوم عشان كده هو ايه اشهر هو الاكتر اللي بيسموه اشهر ليجر كتاين طيب هل في كتاين ثاني عظيم بس اقل اهميه من دونال بوتاسيوم يعني مقارنه بالصوديوم في ايده قليل يعني الصوديوم 130 يعني الكوبل قليل لما الصوديوم 3 اقل فدي اقل بيسموه ان ميجر الميجر هنا معناها انه قياسه مش كتير زي الصوديوم اهميته مش كبيره البوتاسيوم حاجات ثانيه زي الايرن وغيره حاجات كتير بقى وحكايتها مجرد بينما بقول لك من الاول ما بينما اشهر اناين هو الايد والكلورايد والبايكربونيت الكلورايد نقول مثلا لو جبنا نعبر بالارقام نقول مثلا الصوديوم وليكن 130 هي 35 130 وكلورايد هتكون مثلا 100 هي 35 صوديوم المتوسط او 130 هي 45 135 ونص قول الكلورايد في النص برضه هو 95 10 100 البيكربونيت قول من 20 28 25 انا مجموعة اسمها ميجر المفروض يا شباب زي ما انت شايف ده فيها 5 درجات ومجموع الاثنين دول مع بعض مجموع ده كده 5 درجات ومجموع الاثنين مع بعض التانيين كام؟ 125 يعني دي فرق كام؟ يعني معناها الفرق ما بين
مهم. الفرق ما بين الـ unmeasured time والـ unmeasured time. طيب هو انت سبتهم ازاي؟ يعني انت دلوقتي اللي انا عملته ان انا حسبت الاماكن ازاي؟ انا قلت لك تطلع كل من ده يطلع لك 110 يبقى منطقي ان دول لما هنتفرقوا من بعض اما انهم هيطلعوا 100 وكم الرقم ده انا انجاب بغض النظر عن الاشاره بلس وماينس بس كده كده اللي انا حسبته ده 10 هنا او 10 هنا سموه انا انجاب. ليه سموه انا انجاب؟ لان هقول لك ايه؟ معلش عشان الناس اللي انا قلت ده كله ايه؟ احنا كل اللي قلنا
ممكن ناوي لسه عشان الدروس Thank you.
لكن عيان عنده مشكلة في الأدوية، يعني زي النمونيا.
وميكانيكال حطوا على جهاز نفس الصناعي عشان نفتح بقى في الجزء ده المعلومه دي مهمه. طيب في حاجه كمان كان عنده بكتيريا يعني
يعني كان رقم خمسة دلوقتي على الغريبة هو إيه هذا؟ وبعدين في أرقام بين لك برقم يعني في أرقام إيه الأرقام إيه هي أرقام البايكر للتكييف يعني مثلا واحد مش عارف ثلاثة اثناشر يعني طبعا مش مفهوم بس الأرقام دي تبقى زي يعني هي دي واحد وجميع كده عملها كده 24 ولسه كده تمام ال 40 دي أرقام مين؟ دي أرقام المروحة اللي هي البايكر هو بيعمل إيه؟ هو مين؟ أوكي رقم مين؟ رقم مثلا وشوف البايكارد معاها بيه إذا وقع النقطة اللي عندنا وقعت في المكان ده أقول عليها ميتابوليك أسيد دي ميتابوليك يعني دي سوري ميتابوليك أنكالوز لو وقعت هنا في ميتابوليك أسيد دول مش مهم خالص الفكرة عندي دول يعني الاثنين دول والاثنين دول إيه الاثنين دول والاثنين دول؟ لو أنا عندي حالة هو ينفع في ميتابوليك أسيد الفورمانزيشن يبقى فيه دول هيتقاس بايه؟ الاثنين يا شباب، يتقاس
حزب الأرجيريا البلغاري الهيزي بارتي وأقدر أقيته بالبارت أوف ذا ميتال نون إنفيزيف. يعني أنا أقدر أوصل للبريشر بس بالأرجيريا البلغاري، لكن أقدر أوصل للسيرفريشن يا بالأرجيريا البلغاري بالطريقة الهيزي يا بالبارت أوف ذا ميتال بالطريقة إيه؟ نون إنفيزيف. لا طبعا البريشر ايه؟ لان حسب البريشر يعني مثلا هو جيني كتير لو اتعرض لاكسجين كتير ممكن يحصل له حاجات في العدسه بالريتم كده زي حاجه اسمها ريتينوبس صح كده؟ وبالتالي هو الدهايجريشن في كل هو الدهايجريشن في الساعة هو الدهايجريشن في الساعة ايه؟
الهيدروجين
that meaning is from that. Because it's an interesting story. You can deny that it is. During the correction, as you do this, I have to لو انا عنده ميت هو هنا في الضوء يدخل جوه الخليه يقوم يدخل معاه بجسمه يدخل جوه الخليه ايه؟ لما الميت يدخل الخليه يقوم يدخل معاه بجسمه اثناء اصلاح الاسدود يقوم العيان دي جمله مشهوره في الاسم اثناء كوريشن او الاسدود يقوم يحصل ميت كلمه يحصل ميت طيب سؤال بقى دلوقتي في الكلاسيك انا اقول لك ان انا لو عندي جدار العلاج ده هيبقى ايه؟ طول عندك هي كولي هي سيبك من كولي دي مشكله صغيره بقى المهم عندنا كولي السيره البوستولاري مش هي دبل الصوديوم ده اللي بتاعت ده على 18 المعادله دي مش مهم اكتر بس المعادله دي بتقول لك هما دول المسألة دي. لاقي مسألة دي في ايه؟ يبقى علاج بقى.
فلويد هيدروليك اللي هو النورمال دايت والفلاقي الحاله ايضا ماكرين ديهايدريشن نفس الكلام. اذا علاج الديهايدريشن كوركتد باي انترافينوس فلويد هيدروليك. طب الهايبرجلايسيميا علاجها ايه؟ لما هناخد السكر ده اقول لك ان مريض السكر يمكن عنده ايه من تحت منه. فكان مريض يمكن ياخد الانسولين وريد انسولين خلاص كده والجرعه بتاعته 1/10 يونت وريد انسولين فوت الدوز الازيلود خلاص الازيلود حضرتك مش الازيلود دايما الناس بتقول ان ده فوت البيكربونات لا حاجه بس لا لا حاجه بيعملوا
سهم كده ممكن يؤدوا الى جريرينا يعلو جريرينا خلاص كده؟ طيب يبقى احنا متفقين عشان خلاص يبقى احنا متفقين ان انا لو عندي عيان اسمع عنده جفاف وعنده هايبوكاليميا هو عنده هايبوكاليميا بس الناس كلها عنده جفاف اذا المريض بيبقى معرض للجريرينا فيلر جاله جفاف ودسم بعد وانا عايز اديله جفاف طيب ده كنت انا اديت بس كده شغال البوتاسيوم اللي انا هديه ده هيتسبب هيكون يعني فلما نعمل دفع العيان العكس ده بعد شويه كتاب ايه؟ هايبر كاري هايبر كاري اخر في القلب مش كده يقول لك انا حكايه كده يقول لك قبل ما تجيب البوتاسيوم لاي مريض عنده جفاف اتاكد انه بيجيب يوري اتاكد انه مش اندوري ليه؟ لان لو اندوري البوتاسيوم قليل وانت اديته بوتاسيوم وانت اديته بوتاسيوم هيحصل العكس معلش الجمله دي مهمه لو عيان اسمع عنده هايبوكاليميا لو عيان عنده هايبوكاليميا في نفس الوقت عنده انوريا خطر انك تديله بوتاسيوم لان البوتاسيوم مش هيتسرب هيزيد ويضر بالقلب اذا ما تديش بوتاسيوم لعيان عنده جفاف الا لو متاكد انه يجيب يورين يعني يجيب جفاف طب والبوتاسيوم كلورايد اللي انا بديه ايه؟ بديه يا اما كانيلا بريبرا يا اما كانيلا سيلفر ده سؤال في الامثله اللي هنحلها بعدين طب لو بتاني لابريتو انت تجيبه كام؟ طب عندك 40 ملي ايكويفالنت في اللتر طب لو هديه في تحتها طب لو هتديه في تاني لاسنترال هو ده البين سنترال عند البين سنترال اه ان البين سنترال جداره اكبر فبيستحمل التركيزات العاليه يعني البين سنترال يعني مثلا جبله سطرين يعني دور سنترال فيمورا اسمها سنترا اللي هي شجره فيمورا اسمها سنترا لو ركبت فيهم كلمه دول يستحملوا التركيزات العاليه طب والتركيز العالي ده 40 بر بس بدل دي ايكوفلان بريبر ملي ايكوفلان بير ديزي ودي جت سؤال يعني 40 ملي ايكوفلان دي جت سؤال بريبر لاين بريبر طب لو هدي سنترا لاين 40 ملي ايكوفلان بير ايه اللي ما جاش سؤال؟ احنا نتنفق في الموضوع.